السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. ودلوقتي هنوريكم حاجة بسيطة بإذن الله، وهندخل ديت في مجموعة الورش اللي أنا بنزلها، مجموعة الفيديوهات اسمها معلومة على الماشي. وهنا معلومة على الماشي احنا هنعمل إن شاء الله إيد للشنطة، مش الإيد الكروس، احنا ملناش دعوة دلوقتي بالإيد الكروس، الإيد الكروس خلاص سهلة وأنا نزلت لها فيديو لوحدها. طيب هنعمل الإيد التانية دلوقتي اللي هي بتبقى من هنا، من فوق هنا، الإيد اللي هي بتبقى الرباعية. بس احنا بقى عايزين نقتصد شويه في الخرز بحكم الغلو اللي احنا فيه دوت، وعايزين نعمل حاجه شيك ومتينه برضو في نفس الوقت، مش عشان اقل خرز اعمل المنتج جودته مش حلوه، لا انا هعمل منتج جميل جدا بفضل الله، بس هياخد مني اقل. يعني لو هو بياخد مثلا 40 خرزه، لا ده هياخد، شيلي منهم 10 على طول. اي رقم، اي عدد، اي وزن للايد اللي بتعمليها شيلي منه الربع بالظبط، هتشيلي ربع الخرز بالظبط ان شاء الله. طيب يلا نقول بسم الله نبدأ به نستعين. احنا هنشتغل على الجنب اللي هو التلاتة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. انا بحب ابدأ من الناحية اليمين ديت. بصوا بقى هنعمل ايه، احنا في الشنطة التانية كنا بنعمل كده، في الايد التانية اللي عملتها في الشنطة اللي فاتت كنت بعمل كده اهو، ادي التلاتة، واحد اتنين تلاتة، بخلي رقم اتنين في النص واخد واحد وتلاتة اعملهم عليها كده واحط هنا خرزة، كنت بقفل بخرزة. طيب دلوقتي انا مش هعمل كده، دلوقتي انا معايا خيط طويل اهو لاني هشتغل الايد كلها متصلة، هعدي في واحد، خليكي معايا بس كده، ايه، واحدة واحدة، وهعدي في تلاتة. حلو الكلام، كلام جميل. طيب الفتلة اللي عديتها في واحد هعديها مع اختها بردك في اتنين، اهي عديتها في اتنين ومسكتها، والفتلة اللي عديتها في تلاتة هعديها برضو في اتنين، عكست الخيوط كلها اهي مع بعضها. حلو كده، بسم الله. استنوا بس، لو عايزاها تخش فيها مش هتخش، سبحانك يا ربي. واساوي الخيط بتاعي واشد، انا عامله فتله طويله، شايفين الخيط اهو، انا بقى هعمل كده، هتني تانيه صغنطوطه كده واشد، واشد بقى من هنا، ماليش دعوه بقى ببره، خلاص بره اهم. بصوا انا ضمتهم على بعض خلاص ازاي، اهي شايفين فتله يا دوب باينه يا دوب. طيب انا مش هفضل اشد كده، ما انا ما اسيب هترخي، يبقى انا هعمل ايه دلوقتي، هشتغل بقى اي فتله منهم، انا هاخد اليمين، يا رب جعلنا دايما من اهل اليمين، واحط فيها ثلاث خرزات، اتنين تلاته، واعدي من ورا الفتله الثانيه بالطريقه اللي انا بشتغل بيها. القناة عندي مليانة ورش، افتحوا قوائم التشغيل في القناة هتلاقوها بفضل الله مليانة ورش كتير جدا. انا كده عملت عقدة وشد بقى، الشدة دي بقى لازم تشد لي دي، لازم تضم لي دي، انا هشد كده، لازم دي تتضم كويس قوي، وعقدتي لازم تكون جوه الخرز. ادي اول واحدة. طيب هعدي بقى اللي بعديها هشتغل فيها، رقم تلاتة، بسم الله، نفتح بس الشنطة كده عشان نعرف نشتغل. هعدي، هي الغرزة نايمة هتوقف دلوقتي ما تقلقيش، سيبيها بس ترتاح شوية، بسم الله، فتلتي طويلة اهي، هوقف الغرزة، الشدة لسه، اما اعمل اما احط دول دلوقتي هشد تاني، انا مش عايزة الخيط باين اهو، واحد اتنين، هعدي الطرف اللي فيه الخيط هعديه من تحت الطرف التاني وارجعه كده في اول واحده تقابلني واشد هنا بقى، لازم اشد ديت كويس قوي علشان انا مش عايزه الخيط باين كده زي ما قلت لكم، بسم الله اهو، شده بقى كده، شده جميله اهو، شايفين الخيط الدار ازاي، هعدي بعديها، هي اول واحدة بس محتاجة تركيز وبعد كده مفيش مشكلة خالص، في رقم واحد اهو، وهعدي لوحدها، لا هعدي بقى في الغرزة اللي واقفة اللي هي اول خرزة انا حطيتها في الغرزة اللي انا اشتغلتها دلوقتي دي، هعدي فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، خدي بالك خيطك لما يتكعبل كده سلكيه بالراحة، اوعي تشديه هيتعقد، سمي الله كده بالراحة وشدي، اهي الدنيا جميلة بفضل الله. خلاص كده بقى اي فتلة من الاتنين حط فيها خرزة واحدة بس
اعدي من هنا وارجع فيها واشد. لو عايزه تعملي عقدتين دي عقده واحده، لو عايزه تعملي عقده كمان اعملي، بس انا الخيط معايا تخين فالعادي العقده الواحده تمام وجميله وزي الفل. شايفين بقى الايد هتطلع كده ثلاثيه. طيب اعمل لكم كمان غرزه نفس اللي انا واقفه عليها، اهو انا واقفه هتلاقي معاكي ثلاثه اهم، ثلاثه اهم، واحد اتنين ثلاثه اللي انا واقفه عليها هحط لها ثلاث خرزات. اول واحده بديها ثلاث خرزات لان الغرزه بتاعتنا اسمها رباعيه وانا معيش غير خرزه واحده بس. اهو اعدي وارجع في اول واحده بتقابلني. طريقه الغرزه انا منزلاها اصلا على القناه عندي ام ساره لتعليم الكريستال، وعملت كمان عقده عشان اطمن ان شغلي تمام وجامد وبفضل الله الدنيا جميله. هعدي في الثانيه، انا قفلت على اول واحده وجيت الثانيه. اللي انا بعمله ده بقى، معلش هزيت التليفون، اللي انا بعمله ده هينطبق عليه بقيه ايد الشنطه كلها بالطول اللي انت عايزاه للشنطه ناقص خرزه. افتحي يا ساره، ناقص خرزه واحده. ليه؟ لان الخرزه ناقص غرزه، يعني لان الغرزه الاخيره انا هشبك بيها، هوصل الايد بالشنطه نفسها. ادي الثانيه لفيت اهو عشان اوريكي الثالثه، هسحب الخيط اهو. اخر واحده بعدي فيها اللي هي رقم 3، لازم اروح داخله في الواحده الواقفه، واي فتله من الاثنين مش هتفرق معايا، بس دايما لما تيجي تخلصي الدور بتاعك شوفي الفتله الاطول اشتغلي بيها، خلي دايما قيسي الخيط عشان ما فيش طرف يطول وطرف يبقى قصير. حتى لو طرف طول وطرف قصير احنا بنعكس الخيط مع بعضه يطلع لي نفس النتيجه اللي انا عايزاها، بيساوي الخيطين ببعض قصدي. خلاص كده طبعا الفيديو انا مش محتاجه اطوله، شايفين اهي بنت ازاي. مش هطول الفيديو، انا هشتغل العدد اللي انا عايزاه ما عدا واحده بس، وحاجه اقول لكم احنا هنعمل ايه في الناحيه. شايفين انا اشتغلت المقاس اهوت وبقيس بشوف مظبوط ولا لا، واشتغلت وقفلتها وشرحت لكم ووصلت من هنا لهنا وهريت واتكلمت كتير في الفيديو، والفيديو قعد حوالي من 5 لـ7 دقايق، وبس في الاخر اكتشفت حاجة اسهل بكتير. فانا عايزة اسهل عليكم اولا انك توصلي من هنا لهنا زي ما اشتغلتي بالظبط، وزي ما بدينا هنا على 3 خرزات هتوصلي على 3 خرزات. طيب الاسهل ايه؟ انا هقولك الاسهل بالتجربة اللي انا عملتها، كان معايا 3 اختيارات، ده اسهل اختيار فيهم، انك بتشتغلي زي ما بديت هنا بالظبط، ابدأي من هنا وابدأي من هنا، نفس اللي انا عملته هنا في اليمين اعمليه يمين واعمليه شمال، واطلعي زي ما انت عايزة من هنا ومن هنا ووصليهم ببعض، شبكيهم ببعض. اسهل من انك تركبي الايد هنا، دي اسهل من ان انت تشتغلي الايد كلها ما عدا غرزة لو انت عايزاها 25 اشتغلي 24 وال25 قفلي بيها، ولكن الاسهل انك تشتغلي لو انت عايزة 25 اشتغلي هنا 12 وهنا 12 والاخيرة اقفلي بيها، او اشتغلي هنا 23 وتكوني عاملة هنا، تشتغلي 22 وتكوني عاملة هنا غرزتين وقفلي بالغرزة الاخيرة. بصوا هنقفلها كده، كده هتبقى اسهل بكتير من اللي احنا من اللي انا عملته. بصوا دي قصاد دي بالظبط، يعني فانا طالعة بالخيط من هنا، انا يمها احسن. وخدي بالك وانت بتشتغلي لازم تكوني انا ظابطه الايد اهو، لازم تكوني ظابطاها في مكانها، ما تكونش لفه يمين لفه شمال لفه كده ولا لفه كده، لا لازم زي ما هي كده بالظبط هتركبيها. يبقى انا طالعه من النص اهو، احط خرزه واحده، خلاص التشبيك ده بقى هيبقى بخرزه، انا بوصل واحده بواحده اهو. بسم الله انا عايزه اقفلها في المكان ده بالظبط. بسم الله الهادي كده اهو، ده النص بالظبط بالنسبه لي. يبقى انا هعدي، انا طالعه بين الخرزتين دول، يبقى هدخل بين الخرزتين دول، المكان اللي انا طالعه منه من تحت لازم اعديه من فوق اهو، وبعديها زي ما انا واقفه بالظبط هحط خرزه في اي فتله منهم مش هتفرق، وهعدي من ورا الخيط. ما تشديش الاولى كده كده الثانيه هي اللي هتشدها. وادي عقده وادي كمان عقده، العقده الثانيه دي عشان تتاكدي بفضل الله بفضل الله ان شغلك ما فيهوش ولا كلمه ولا حد يقول لك تلت التلاته كام، تطلعي الشغل كده وانت ايه زي ما بيقولوا حاطه في بطنك بطيخه صيفي. شايفين اهو متساويين ببعض خالص. بعد كده هتلفي الشغل كده
بصوا انا القلاب بشتغل، انا بشتغل الايد لغاية ما افتح القلاب يتفتح عادي ويتقفل عادي. الحتة الصغيرة دي مش هتفرق معايا لان انا مش هينفع اطول الايد اكتر من كده. طيب نعدي في الخرز اللي عليه الدور في الشغل اللي هي دي، واللي قصادها فوق بالظبط، وكده فايضا دي خرزة واحدة بس. بسم الله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي. عودي لسانك طول ما انت شغالة اذكري ربنا سبحانه وتعالى. ادي آخر واحدة. أنا ما كنت أشتغل حاجة وأخلصها أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بنتي تقول لي يا ماما إيه الصالحات في اللي انت عملتيه؟ أقول لها إن أنا كنت بذكر ربنا سبحانه وتعالى. بصي بقى اخر واحده، العقده ما دخلتش لسه جوه كويس. خلاص انا خلصت. لفي بقى بالخيط بتاعك كده عكس عكاس، زي ما هي في الفيلم بتقول له عايزين نشرب الشربات عكس عكاس، لفي كده عكس عكاس. انا هدخل في دي، انا ماسكه طرف واحد اهو بس الاول، وهدخل في دي. بسم الله الهادي، معلش العتب على النظر مش شايفه. طب انا بعدي ليه؟ عشان اشد الغرزه كويس، عشان مش عايزه الغرزه تبقى مفرقه عن بعضها. انا عملتها وعقدتها وكله تمام، بس برضو كده افضل. اهو انا لفيت الفتله دي خلاص، هلف الفتله الثانيه. شايفين الخيط ده 70 والخرز ده 8، وما شاء الله شغال خرز ام كده ما شاء الله جميل، وفتحته ما شاء الله اللهم بارك جميله. اديكم شايفين ان انا عديت فيه. خلاص انا كده خلصت، هسرب الخيط بتاعي. انا فاضل لي بس الايد الكروس، انا مجهزاها اهي، وان شاء الله تبقى كده. انا وريتك الشنطه الايد بتركبيها ازاي وبتعمليها ازاي، واي استفسار انا معاكم ابعتوا عليا على الواتس عندي 012-2-954-5776، ونشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.